ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا من بيروت العميد ركن مارسيل بالوكجي الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا ومرحبا بك سيادة العميد. أريد أن أتحدث معك حول ما أوضحته صحيفة The Economist في تحليلها الذي نشرته بأن أهداف إسرائيل في لبنان تتجاوز السعي لتدمير حزب الله، حيث بدأت في توسيع نطاق أهدافها لتشمل تغييرا سياسيا في البلاد، وهذا بالفعل ما يعني عبر عنه عدد من القادة السياسيين في إسرائيل. كيف تقرأ هذا التحليل من قبل الصحيفة وترى يعني ما يقوم به الاحتلال من أهداف ربما خفية من وراء حربه على لبنان؟ صباح الخير لحضرتك ولمشاهدينك الكرام. بالتأكيد إسرائيل مستفيدة من الوضع، ضربت الحزب خسرته ضربة قوية بالقيادات بالمنطقة عازلة بالسيطرة الجوية. إسرائيل عم تطلب أكثر كسر حزب الله وفقا لمدرجات قرار 1559، بس حتى الآن الحرب ما حققت أهدافها، لا انتصار لإسرائيلي بعد، شمال إسرائيل ما تأمن ولا أمنت حزب الله يكون وراء الليطاني، كما أنه لا انهزام له للمقاومة على صعيد الأهداف. هلأ الميدان مختلف، ما زال الحزب مشكلته عم يتطلع للتفاوض بذهنة 2006 وانتصار تموز، وإسرائيل الآن كما ذكرت بالسؤال حضرتك تسعى لخارطة الطريق بالشرق الأوسط، ولبنان مستفيدة من الضوء الأخضر الأعطي لها من الرئيس ترامب كما ذكر لضرب المفاعل النووي وتغيير السياسة في الشرق الأوسط. إذا بتسمع أعطيك تقييم بس مرحلة أولى. نعم. إسرائيل أنجزت المرحلة الأولى ب 80 قتيل للقوات الإسرائيلية، 1701 بالنار، أقامت منطقة عازلة بالجنوب على علو 110 كيلومتر بعمق 3 كيلومتر مدمرة كليا لعودة لأبنائها على الأرض. ولبنان، بلبنان إسرائيل بس ملاحظة تقدمت أكثر ما تقدمت بغزة. أنا من التحييم العسكري، أنا لبناني وبأيد مصلحة لبنان، ولكن من الناحية العسكرية تقدمت بشهر ونص، أخذت 200 كيلومتر مربع، 210 كيلومتر، بينما بغزة بتسعة أشهر إسرائيل حط على 380 كيلومتر، ولكنها دمرت أنفاق وقواعد الصواريخ على التماس اللي بتشكل خطر على المستعمرات، كما أقامت تهجير طويل للبيئة الحاضنة للجنوبيين، وعملت نقل ديموغرافي، حضرت لحرب أهلية بين المواطنين اللبنانيين مع الوقت، اغتالت قيادات، وما تمسكت بنقطة ضعف، لم تتمسك بالأرض، قوة المقاومة بالأرض. إسرائيل تسحب قواتها، تعمل تطوير ترويض للمنطقة بالنيران والطائرات. نعم سيادة العميد، تتوغل. ربما قدمت هذا التقييم فيما يتعلق بسيناريوهات التصعيد وما آلت إليه الأمور، لكن إلى جانب هذا السيناريو هناك سيناريو مطروح أيضا فيما يتعلق بالتسوية، وهنا أريد أن أشير إلى ما أفاد به موقع يورو نيوز بأن التصعيد الإسرائيلي ضد حزب الله يأتي في إطار محاولة لكسب أراضي في لبنان، وأشارت إلى أن المقترحات الحالية لوقف النزاع تشبه تلك التي أنهت الحرب بين إسرائيل وحزب الله في 2006، وتشمل هدنة أولية لمدة 60 يوم يتم خلالها انسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان، بينما يتعاني حزب الله سحب وجوده المسلح على الحدود الجنوبية للبنان. كيف تقرأ هذه السيناريوهات وقابلية تنفيذها الآن وفق هذه المعطيات؟ سيدي الكريم، زيارة هوخستن للبنان بتصورها ما بتقدر تقدم كتير، الحرب ما نضج، بعد الحزب عم بيقدر يطالب بالصواريخ، بيعتبر حاله منتصر على صعيد قواته، وبالتالي مقترحات السيد هوخستن فيها كثير من الامور بتمس بالسياده، كما انه المنظومه بلبنان السياسيه اللي بدها ترافق هذا التنفيذ سبق وجربوها بتنفيذ ال 1701، ما نفذته الا بالقطعه ولم تكمل تنفيذه، وبالتالي هي ذات المنظومه ما بقى توثق كإسرائيل المعادي بانه التنفيذ ب 1700 كما هو، بحاجه الى اضافات تعديل كلجنه مراقبه دوليه بتمس بالسيادة، وتدخل إسرائيلي عند الحاجة دون رجوع إلى أحد.
كما كثير من الأمور تدخلات دون مواكبة الجيش، وتضع شروط على القوات المتعددة أو القوات الدولية، تضع كثيرا من البنود. وأراضي لبنان فيها إسرائيل ما راح تترك العودة إلى لبنان، أراضي تتركها تعود إلى أبواب المواطنين، ستبقي عليها ورقة ضغط على الدولة اللبنانية. ولبنان ما بقى عنده حل بعد رجع حزب الله إلى الوراء إلا الرجع إلى المراجع الدولية لأخذ قراره. بالتالي الحرب طويلة، القرار طويل، المعالجة صعبة، خاصة إسرائيل بوجود الرئيس ترامب وقدومه على سدة الرئاسة ومرحلة انتقالية شهرين ونص، لا ستستفيد. وإسرائيل هدف الكبير المفاعل النووي الإيراني وكسر أزرع إيران وتغيير المعادلة بالشرق الأوسط، فرصة متاحة لها بالتوافق الفكري والذهني والشخصي بين نتنياهو والرئيس ترامب. وربما ذلك يا سيادة العميد ما سيكشف عنه مقبل الأيام. على كل الأحوال أشكرك جزيل الشكر العميد ركن مارسيل بلوجي الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك، كنت معي من بيروت.